السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين على قناتي على اليوتيوب رسول دي كي. البارحة عندي زوج طيور من اللي قول سامدين اللي هو يسموه بالدنمارك، واللي احنا نسميه جولديان فينش بالعربي. عندي زوج بيضن وعافن بيضهن، وسويت لي فقاسة هاي وما أعرف تنجح ما أدري ما تنجح، أتمنى من الله يوفقني وتنجح. اللي هو صندوق خشبي وسويت بيه ثقوب من الجوانب، أقدر أتحكم بيه أفتحهن وأسيتهن. وهاي إن أنا خليت قبق مال يعني حلق وقبق مال بطل بيبسي هذا الصغير، ومناك هم واحد حتى اقدر اذا ارتفعت الحرارة اقدر افتحه واسده. وهذني اقدر هم اخلي بهن عندي براغي اخليهن بداخلهن اسد، هسه مفتوحة للتهوية. درجة الحرارة هذا مقياس حرارة مال سويته الهن، هسه هاي راح يعطيني درجة الحرارة، لازم تكون 37.4.5.8 درجة الحرارة، 37.5 درجة جيدة جدا. خليت هذا هنا أنا قلوب أصفر، هاي من أنا مال قلوب هاي أتحكم بيها، أقدر أعلي قلوب وأوطيه مال يعني نارة عادية وسويتها. وهناك خليت قطعة اسفنج بوعاء بلاستيكي وبمي حتى شنو تصير الرطوبة، ونشارة خشب. وخليت البيضات البارحة خليت هناني 10/3/2020 والكهرباء مستمرة، وراح اشوف انتظر. وجاي الاحظ انا درجة الحرارة كل ساعة كل اشوفها، يعني عسى ولعل انجح بهاي الفكرة. انا مو عن شي بس انا يعني واحد يحب يسوي شي وينجح بيه، ان شاء الله ناجحة. وذن الافراخ اذا طلع راح انا اعيش نطهن طعام يدوي، وراح اتواصل وياكم وشي يصير تقدمات. اني انزل فيديو ان شاء الله اذا الله وفقني وطلعنا الافراخ، راح اهم اطعمهن ويعني تسلسل ابقياهن اصور الفيديو. في امان الله.